تينيسير من المؤسسات الوطنية اللي تعز على التوانسة ياسر لفترة مش بعيدة كانت تحق في أرباح، كانت في وضع سليم. للأسف من المنشآت العمومية اللي تعاني من أزمة حوكمة، وهي من المنشآت اللي هي محل متابعة من لجنة الإصلاح الإداري. خلال هذه السنة سيكون لنا لقاء مع السيد وزير النقل ومع من يتولى إدارة هذه الشركة في المدة القادمة. نحن في تقديرنا أن هذه المؤسسة تعاني من أزمة حوكمة وبالإمكان إنقاذها، ولكن تنقذ عبر آليات سليمة وعبر إرساء قواعد الشفافية والحوكمة، وأظن أن حتى الطرف الاجتماعي مستعد للتعاون في هذا السياق، بما في ذلك التخفيض من عدد اليد العاملة التي تشتغل في تونيسير، واللي نعرفه اللي بعد 2011 تم إغراق هذه المؤسسة بالعملة وبالإطارات فوق طاقتها. الأزمة الأخيرة هي في الحقيقة بدأت مع تعيين السيدة ألفة الحامدي على رأس هذه المؤسسة، وعلى مستوى إعلامي حبت تظهر على أنها تحب تنقذ المؤسسة، ولكن لاحظنا في المدة الأخيرة بعض التحركات، استقبالها للسفير التركي وزيارتها لمطار المستير ومطار النفيضة. مطار النفيضة تونيسير ما عندها فيها حتى نشاط، هو محل عقد مع شركة تركية لفترة 40 سنة، وبالأمس تفاجأنا بعقلة على تونيسير حول دين للمؤسسة التركية تقدر ب 28 مليار، والحال أن تونيسير تحب من ذات الشركة 400 مليون دينار. أنا نستغرب إذا كان نحن نقبل بأن تصير علينا عقلة، وين المتابعة متاع الأموال العمومية، خاصة في علاقة بهذا الشريك التركي اللي في ظروف غير عادية تم تمكينه من استغلال مطار المستير ومن اللزمة عفوا في علاقة بمطار المستير وعقد استغلال لمطار النفيضة، عقود كانت تشوبها عديد الشوائب وتمت في ظروف يجب التحقيق فيها. ونتصور إلي سيادتنا الوطنية تقتضي أن ننتصر إلى هذه المنشآت العمومية ونعمل على تطهيرها ونعمل على الحد من النفوذ الأجنبي اللي اليوم قاعد يتوغل عبر العديد من المنشآت ما في ذلك هذه المنشأة، ويجي العقلة هذه في وقت اللي نشوف اللي الحوار مع الطرف الاجتماعي متعطل، وما نعرفش ليش السيدة الحامدي يبدو أنها ماخذة موقف من النقابات الموجودة في تونيسير. أنا نشوف اللي الحوار أولا وأخيرا هو اللي يحل المشاكل، خاصة نشوف اللي رد الفعل متاع النقابة يبدو أنهم داخلين في تحركات وإضرابات مفتوحة، واليوم ثم احتجاجات في أكثر من موقع، ولا نستطيع إلا أن نقول أنه هؤلاء يجب نتحاوروا معهم ويجب نحلوا المشاكل، ويجب أن نعرف كيف نستعيد أموال العمومية المهدورة، خاصة مع ذات الطرف اللي يعمل علينا في عقلة، وهذا فيه مساس من سيادتنا. والحال أن احنا مفرطنا في 400 مليون، ما نعرفش السيدة ألفة الحامدي شنو موقفها من هذا الموضوع. طبعا برشة تساؤلات تبقى مفتوحة، وإن كان منذ قليل كان مملوك المدير العام لشركة تاف تقول لك الشركة هذه ماهيش تركية، راهو الأغلبية متاعها يملكوها فرنسيس، وتقول لك نجم تثبتوا من هذا، وتقول لك راهو احنا نسالوا تونيسير مش تونيسير تسالنا، وفي علاقة بالفلوس اللي بين ديوان الطيران المدني وتاف، تقول لك راهو تقريبا 1.5 مليار اذا كان ندقوا في الرقم، وتقول لك راهو انا ما التجأت للعقلة الا بعد ما السي ان اس اس عمل عقلة على تونيسير. تقول لك اذا كانت الدولة التونسية ما عندهاش ثقة في شركة من شركاتها، فكيفاش تلوم عليا اللي انا شركة خاصة ماني شركة عمومية انه نمشي في هذا الخيار سحبي الخلفاوي؟ شوف ظل يزمن نحطه رغم أهمية مسألة تونيسير، ما لازم نخمه اليوم جماعيا في مسألة الشركات العمومية. اليوم سي بدر الدين قال تونيسير فيها مشكلة حوكمة داخلية، وأعتقد أنه هذه هي مشكلة كل الشركات العمومية. التفكير اليوم مطروح بزوز طرق للأسف، مطروح إما أنه مباشرة التفكير في التفويت أو الحفاظ على الوضع الحالي.
الحفاظ على الوضع الحالي نجم يهزنا الكوارثة. اليوم فما كارثة اسمها عقلة. اليوم الدولة ولا تعقل على نفسها. دولة السي ان اس اس تبع الدولة تعقل على التونسير اللي هي ملك الدولة. كيفاش نلوموا لهنا على شركة أجنبية؟ ما تنجمش تلوم على شركة أجنبية أنها تعمل هذا. تقرأ المال اللي بالنسبة لي هو ما يخم كان في الربح. يخم في فلوس وكها. بالضبط. ومن شيرة أخرى التفويت لا، هذا هذه مكاسب وطنية. هذه في وقت من الأوقات في الثمانينات راهي استيكنت وقت الأزمات تخلص شهري الموظفين. راه بجمرق الدخان في وقت الأزمات كان يخلص شهري الموظفين. اليوم هل الدولة التونسية بحاجة إلى موارد مالية كبيرة وإلا لا؟ أي هل التونسي بحاجة إلى الشركات هذه؟ ما زلت نجم ما زلت تلعب دور اجتماعي شركات هذه وإلا لا؟ أي بالضرورة. ولكن التفكير في إعادة الحوكمة قاعد متأخر جدا. اليوم قالها سي بدر الدين وأنا قلتها البارح، راهو التونسير فما الطرف النقابي موافق على تسريح تقريبا 1200 من الخدامة متاع التونسير، ولكن الاعتمادات المالية ما توفرتش. صاحبي الخلفية هل المشكل 1000 خدام؟ لا ماهيش مشكل، ولكن بداية إصلاح. هذه بداية إصلاح أعمق بكثير. اليوم ما عندكش رؤية سياسية للناس اللي تحكم باش تصلح المؤسسات هذية. ونذكروا قداش من بي دي جي المنكبي سارة رجب وغيره، كل هذم يتحملوا جزء من المسؤولية. الناس اللي حكمت من 11 لليوم كي تشوف الوضع اليوم في التونسير زعما شنو إحساسها، شنو موقفها؟ انا من الناس المعادين فيسيرالمون لفكره نظريه المؤامره، ولكن وقت تشوف المؤسسات العموميه كيفاش يتم اغراقها بشوي بشوي تقول اي بلكش فما مؤامره ضد المؤسسات العموميه قصد التفويت فيها. اليوم التفكير في راهو البارح انت زاد قلتها محمد، راهو التفكير في المسائل هذه هو نورمالمون النقاش اليوم في البلاد. هو العرك اليوم في البلاد يزم يكون على المؤسسات العموميه، على نمط الاقتصاد، على نمط التنميه في البلاد هذه. هذه النقاشات اللي لازمها تصير. ولكن اليوم لا اعتقد انه الحل يمر عبر تصور في انستغرام، لا اعتقد انه الحل يمر عبر التركيز على الجرم نتاع التواصل بدون التفكير واعلان خطه عمل واضحه من قبل الاداره الجديده للتونسير. اليوم التونسير راهو غدويك باش نضربوا مؤسسات عموميه اخرى، وغدويك راهو الناس يمكن توصل تخلهم اصلا على مختلف الشركات. اي غدويك تنجم تمس شركات اهم كل الشركات تنجم تمس شركات اهم برشا، الصناديق الاجتماعيه وغيرها من شركات اهم برشا، ونقصد اساسا في ستيغ والسند اللي تمس الناس في حياتها اليوميه. يلزمنا نخمم من اليوم في طريقه التعامل مع ازمات المؤسسات العموميه، وانه الوضعيه باش تكمل هكا ما نجموش نكملوا هكا. ما عادش فما كلمه. ما العمل في تقديركم كرئيس لجنه مكافحه الفساد والحوكمه الرشيده في البرلمان؟ ملف الحوكمه يهمكم بشكل رئيسي واساسي ايضا. اما ان الاوان اليوم انتم كاحزاب سياسيه وحتى كبرلمان وانه تفتحوا هكذا ملفات مثل ملف تونسير. خلينا نفهموا في العشر سنين هذوما علاش وصلنا لهذا الوضع. اولا ماهيش نظريه مؤامره، هي مؤامره فعليه ضد كل القطاعات العمومية. من عند شكون؟ شكون يتأمر عليها؟ الليبراليين المتوحشة اللي تتحكم في الدولة التونسية من 2011 لليوم. هذا ما يعنيش اللي ما قبل 2011 ما كانتش ثمة الليبرالية. لا كانت، ولكن اليوم غرست مخالبها بقوة وبعنف في كل ما هو عمومي، وتحب تدمر القطاع العمومي حتى تستفرد برونات الفساد بهذه القطاعات. وبدليل أنه كل القطاعات والمنشآت العمومية نظيرها في القطاع الخاص نلقوه رابح، ولكن داخل المنشآت العمومية تم عملية تدمير ممنهجة. نرجع للصفقات العمومية تو نشوفوا اللي مئات الملفات المتصلة بالفساد في سيرة بلاسان سي اف تي بتونيسير بالجمرك الدخان بفوسفات قفصة. هذه منشآت كانت هي تمول في الدولة، هي الشريان الرئيسي للاقتصاد الوطني، اليوم نلقوها مستهدفة. وين هالوعود؟ وعود الحكومات السابقة، وعود وزراء النقل السابقين، وعود لبي دي جي السابقين في التونسير. سمعنا برشا كلام، برشا تصريحات، سنفعل، سنقوم، سنصلح. يرفعون الشعارات. أين نحن من كل هذا؟ يرفعون الشعارات، ولكن في أرض الواقع يسعون إلى التفريط في القطاع العمومي لفائدة الخواص. وأي خواص؟ في الأغلب يكونوا أجانب. اليوم حاطين ايديهم على اغلب الملفات وحبوا يستاثروا بالشركات هذه ويجوعوا المواطن التونسي. في رايي وطبعا هذا توجه في رايك، وخاصه اللجنه اللي نعمل عليها بدر الدين القمودي. نعم كيفاش باش تتفاعلوا مع ملف التونسي؟ نحن في تشخيصنا لهذه المنشآت العموميه ازمتها ازمه حوكمه، وبالتالي يجب ان تنصب كل الجهود نحو اعاده اصلاح هذه المنشآت والمؤسسات العمومية. ووقتها تنشوفوا عمليا كيفاش سي بدر الدين؟
عمليا كيفاش؟ اصلاحها شنو هي لازم تعمل؟ تغيير القانون الاطاري للمؤسسات العموميه، تغيير طريقه انه هل انتم قابلين مثلا بفكره انه تكون فما شراكه استراتيجيه مع شركاء اجانب والا لا؟ لا لا لا، نحن نتمسك بالسياده الوطنيه على ثرواتنا وعلى امكانياتنا وعلى منشاتنا، وعندنا من القدرات ما يكفي لاداره هذه المنشات بالشكل السليم. في تقديري ثم اصلاحات في مستوى التشريعي لازم تقع. في تقديري كذلك الملفات تاع الفساد يجب ان تفتح. راهو اللي ذكرناهم الكل متعلقه بهم العديد، ما فيهم تونسير، العديد من الصفقات اللي تشوبها شبهات فساد. انا اليوم نسال وين مآل القضايا المرفوعه واللي وصلت القضاء المالي، وللاسف الى حد الان ما ثم حتى ملف جبد وتحل معناها بشكل جدي وملموس. الحوكمه تستوجب حوار اجتماعي مع الطرف الاجتماعي، واظن انه الاتحاد عام تسير الشغل ما يحبش يفرط في المنشات هذه، ومد ايده في اتجاه الاصلاح، ومد ايده في اتجاه تقديم حتى تنازلات في علاقه باصلاح وحوكمه المنشات، ولكن الاراده نتاع الساده الحكام غير متوفره، وثم ذهاب الى الامام في اتجاه الخوصصه. وشفتوا انه رؤساء الحكومات الكل توا على الاقل في الفتره الاخيره سواء الفخفاخ او المشيشي ما ثماش حتى اشاره للخوصه، يتحدثوا على اصلاح، ولكن في ارض الواقع فاجانا وزير الماليه المده الاخيره لما قام بتصريح قد يكون خطا اتصالي منه لانه افصح عن 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 الحقيقه اللي تقود المجموعه الحاكمه اليوم، انه يحب يفرط في المنشات العموميه للخواص، واي خواص هم بالتحديد باش يكونوا اجانب. سي بدر الدين اللي تقول فيه مهم جدا، ولكن اللي قاعده تقول فيه راه يشد برشا وقت. من شراء تغيير الاطار التشريعي وادخال الاطار التشريعي الجديد حيز التطبيق، ومن شراء فتح ملفات الفساد، هذه حاجات تشد برشا وقت، ولكن اليوم الوضعيه مستعجله. اليوم فوسفات قفصه رانا كنا الاولانيين في العالم، كنا الثانيين في العالم في انتاج الفوسفات، اليوم انتاج الفوسفات شبه متوقف. اليوم التونسير فيها ازمه ماليه وهي ماهيش قادره تخلص حتى الديون نتاعها، او انها قادره انها تاخذ الديون اللي عندها على الشركات الاخرى. اليوم كل الشركات فيها مشكله، يلزمنا حل مباشر اليوم. شنو هو الحل اللي ممكن نلقاه مباشره في الازمه الحاليه؟ يلزم طرح الملفات اولا على طاوله التفاوض. ما ثماش اليوم يحكون على قفصه، هي القفصه حبس هي، ومن بعد ما ثم حتى خطوه جريئه في اتجاه معالجه مشكله شركه فوسفات قفصه. ما ثماش نفس الشيء بالنسبه لتونيسير، لاسنسي اف تي، البريد التونسي اخيرا، وغيرها من المنشات اللي كل نهار نبكوا على القطاع البنكي اللي يعاني من كذلك من ازمه كبيره. ما ثماش اراده لدى هؤلاء في معالجه هاته امهات القضايا. وتعرف ليش؟ لان هؤلاء الساده عينهم راس المال وقاعد يتحكم فيهم وقاعد يوجه فيهم في اتجاه الخوصصه، في اتجاه ان يستأثر رأس المال بهذه المنشآت بأيسر السبل وبأسرع السبل، وهذا قاعدين نعيش فيه يوما بعد آخر. بالنسبة لتونسير، نعم. بدر الدين القمودي رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان والقيادي في حركة الشعب، فما لقاء جمع يوم أمس على ما يبدو زميلك النائب عن حركة الشعب هيكل المكي بالمديرة العامة للنقلة الوطنية الخطوط التونسية هيكل المكي رئيس لجنة المالية أيضا في البرلمان، يكتب في تدوين له يقول: لقاء جمعني اليوم مع حرة من حرير قفصة وتونس رئيس المديرة العامة للنقلة الوطنية الخطوط التونسية، وقد لمس إصرارا استثنائيا من ألفة الحامدي على تخطي المصاعب وأنقاذ هذه المؤسسة التي تعتبر جزءا من سيادتنا الوطنية. ماذا يعني هذا بالنسبة لكم كحركة شعب؟ هل أنتم اليوم تدعموا المديرة العامة الحالية فيما طرحته من أفكار، خاصة في ظل الحديث عن قرب ألفة الحامدي من حركة الشعب؟ لا، هذا غير صحيح. أولا لا علاقة لحركة الشعب بألفة الحامدي، والدها مش قيادي في حركة الشعب. لا، هذا غير صحيح. الحاجة الثانية، السيد والأخ هيكل المكي لما هذا تصريح نجم أنا ألتقي بأي مسؤول ويعبر لي على رغبته في أنه يصلح، ونقوره والسيد هذا عبر عن رغبة جامحة في اتجاه إصلاح المؤسسة، وطبعا هي من اللي جات ترفع في الشعار هذا. ولكن في أرض الواقع لما نشوف التداعيات الأخيرة في علاقة بالشركة وهي اليوم محل عقلة، وأموال الشركة اللي هي اموال عموميه لدى الطرف الاجنبي لا يقع استخلاصها، اقول ان هذه السيده مطالبه بان تعبر بكل جديه عما ترفعه من شعارات.
يعني هي المسؤولة على ما صار بالشركة اليوم في شهر ونص منذ تولاها الإدارة العامة. لا، مسؤولة على اللي وقع، ولكن اليوم مسؤولة على البحث عن السبل السليمة والناجعة لإنقاذ المؤسسة، وخاصة أنها جاءت من هذه من أجل هذه المهمة. وشوف ترى هذا ملف يخضع اليوم لنقاش وطني. اليوم لما نحكيه على تونسير، نحكيه على مختلف المنشآت العمومية بدر الدين القمودي تونسا، يقول لك أنتم سياسيين ونواب تتناطحوا تتعاركوا على أشياء تافهة، والحال وأنه هذه هي أمهات القضايا اللي يفترض اليوم تنكبوا عليها. هذا في الحقيقة اتهام فيه إساءة كبيرة للأدوار الفعلية لمجلس نواب الشعب. أنا نأكد لك حتى من خلال ما تطالعوه أنت من ملفات تظهر للإعلام، نحن نشتغل ليلا نهارا من أجل إنقاذ هذه المنشآت العمومية، بدليل أن تونسير مدرجة في رزنامة عمل لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة، وقبل ذلك تناولنا ملفات أخرى تهم شعبنا، ملف النفايات وملف البنوك العمومية، ملف البنك الفرنسي التونسي. هذا ما هوش تناطح بين النواب، رغم أنه اللجنة راهي متكونة من كل الفئات ومن كل الأطياف وتمثل جميع المكونات السياسية الموجودة داخل مجلس النواب. نحن مجمعون داخل اللجنة لمتابعة هذه الملفات بكل جدية، ونشتغل كل أسبوع نتابع في الملفات هذه بكل جدية. يعني الصورة اللي قاعدة تخرج صورة نمطية حول مجلس النواب والتناطح، يهم أشخاص في النهاية عدهم قداش من واحد، فلان وفلان وفلان يمثلوا كتلة أو اثنين يتناطحوا، صورة مسيئة لمجلس نواب الشعب. ولكن أدعو الإعلام إلى البحث في ما وراء الجلسة العامة من شغل يومي لكل لجان تشتغل على ملفات كبرى على غرار هذه الملفات اللي نحن بصدد تناولها، ومنها تونسير. طيب، من آخر الملفات اللي كنت اشتغلت عليها بدر الدين القمودي، نعم، واللي كان فيها تطورات قضائية، ملف القمح الفاسد والأحكام القضائية اللي صدرت بتحجير السفر عن مسؤولين حاليين وسابقين في الدولة. شنية المعطيات المحينة اللي عندك في علاقة بهذا الملف؟ أولا ثم التباس لدى الرأي العام في علاقة بملف القمح. راهو ملف القمح الفاسد اللي اشتغلنا عليه السنة الفارتة ماهوش ملف القمح الفاسد المتاع قبلات في هذه السنة. السنة الفارتة كان لنا نشاط في لجنة الإصلاح الإداري في علاقة بشحنة من القمح تم توريدها عبر ميناء سوسة، وتحولنا لميناء سوسة ووقفنا على مجموعة من الإخلالات لدى الأجهزة الإدارية التونسية في مراقبتها للقمح، واستخلصنا عدة نتائج والملف ضاع عند القضاء، وصارت فيه إيقافات منذ قرابة 4 أو 5 أشهر وهو محل متابعة من المحكمة الابتدائية بسوسة. الملف الأخير ملف قبلات هو ملف قمح مودع لدى الشركة الوطنية للبذور الممتازة بقبلات ولاية باجة. تمت معاينة يوم 29 نوفمبر، أنا كنت في زيارة إلى المكان الموجود فيه القمح هذا بمعية صديقين معز بن الحاج منصور ومحمد البوزيدي. عينا الكارثة الموجودة غادي، شفنا 18,000 قنطار مخزنين في هذا المكان، كلاهم السوس، كلتهم الغبرة وفزدوا وغير قابلين حتى للاستهلاك الحيواني. طبعا طرح الملف، أنا أثرت الموضوع هذا في جلسة عامة في علاقة بمناقشة ميزانية وزارة الفلاحة، وتوجهت بالسيدة وزيرة الفلاحة بأسئلة حول هذا الموضوع. بعد تفتح تحقيق في المحكمة الابتدائية بباجة، مشكورة النيابة العمومية أن أثارت الدعوة متلقى نفسها وهذا دورها. تم تعمق في البحث في علاقة بهذه الشركة، تم اكتشاف مقرات تم تسويغها وعليها شبهة فساد، إضافة إلى كمية القمح الكبيرة اللي تم التهاون في معالجتها وتم معالجتها بأدوية فاسدة وما تمش صيانتها كما يجب، وتم حرمان الفلاح التونسي من هذه البذور وهي بذور تونسية. طبعا من المستفيد من هذه العملية هي العصابات التي تورد القمح وتستفيد من الدعم الموجه للمواطن التونسي. يلزم نبركوا احنا المنشآت العمومية، وهذه عينة من العينات. يبقى انه التقاطع بين الملف الاول والثاني، الاثنين يتقاطعوا في انه ديوان الحبوب يتحمل مسؤولية مباشرة، وشفنا قائمة المحجر عليهم السفر فيهم المدير العام للحبوب
السابق، وانا سبق وطرقت الموضوع ديوان الحبوب في اكثر من مره، وتوجهت بنداءات الى وزاره الفلاحه لفتح الملفات، وثم ملفات تتصل بهذا الديوان مودع على لدى القضاء مقبل، وثم تقارير رقابيه تتصل بالفساد في سيره بملف الحبوب، ولكن للاسف ما ثماش متابعه، وثم انخراط لبعض المسؤولين، مسؤولي الدوله في وزاره الفلاحه مع هذه اللوبيات، وهي اللي ادت الى الفساد اللي عيناه في هذا الملف الاخير. ما حقيقه تورط مستشار حالي برئاسه الحكومه في هذا الملف؟ صدقا لا علم لي، لان المساله مش مولاه القضاء، وهو اللي قام بالتحقيق، والقائمه الاسميه اللي خرجت ما فيهاش المستشار، ينجم يكون مجبود في البحث بصوره او باخرى، ولكن ما عندي حتى معطى رسمي يؤكد اي اشاره ليه.